نشوف هذا الصيني دحين جالس يعبي موية على البساط الكامل، ايش هيسوي؟ اوكي، حط قدر، ربط القدر، طيب حط عظام، عبى موية، ايش بيطبخ طبخة ولا ايش؟ نشوف. الله، دخل ده. اوه، سيبها لتاني يوم، تجمدت مع البرد. اوه طيب، ايش الفايدة؟ بدا يحفر. اوكي، بيطلع الموية، كمان بيطلع الموية. الله 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 الله، ايش القوة دي؟ ما شاء الله. اوكي، دحين بحط موية حارة، يا سلام. طيب طلع قالب من الثلج كبير، ايش هيسوي فيه ده؟ اوكي، شكله هنسوي منحوت ولا ايش؟ هينحتها ولا؟ ما شاء الله صار يكويها الآن، ما شاء الله. طيب اوكي، عامل فريزر الأخ، ثلاجة. طيب اوكي، ما شاء الله حط كل شيء، سمك، دجاج. اها، عمل هذا غطا، ما شاء الله. لا، وكمان حط الجودة. نعم، إنها الصين، بلد العجائب. لا، وكمان حاطط كاميرا مراقبة.